مساء الخير، اهلا بيكم في اول حلقه من عارفينكم. ثالثه بقالنا كتير قاعدين. اهلا بيكم في ثالث حلقه من عارفينكم. طبعا يا جماعه جبنا مايك. الطفل المصري مش اذكى طفل في العالم. ان الطفل المصري اذكى طفل في العالم. جرب كده تخش على اخوك الصغير بعد ما خد كله من البلد مشى مع عندهم في العيد وساب له 20 جنيه عاديه. اديله انت 7 8 جنيه في منصاص وربع وحاجات بتشغل كده. بتكلم عن نظرة الحب البرهاء اللي هيبصها لك لمجرد بس انك اديته حاجة اكتر من اللي معاك. مش موضوع. موضوعنا النهاردة عن التعليم. والتعليم في مصر بيبدأ بمرحلة الحضانة، ودي المرحلة اللي فيها الطالب بيروح المدرسة هادي مسالم ابن ناس فرفور، بيخش يلاقي مسرحية موقفة له على باب الفصل، تقول له حبيب قلبي اللي هوصلك النهاردة عمه بعربية سمراء ولا خاله بعربية حمراء؟ كان في بقى حضانة على أول شارعنا بسمعهم كل يوم بيقولوا نفس الكلمة زرع وما يحبوا يغيروا حصادات. فالطفل بيخرج من مرحله الحضانه كل اللي يعرفه عن التعليم انه بيبدا اليوم الدراسي بعيط له فراق مامته وبنهيه بكيس ويندوز والبام العسل. يا ريس مفيش البام العسل. امال في ايه؟ يا عم روق ايه ده حبيبي. نتنقل لمرحله الابتدائي، ودي مرحله ممكن نمر بيها في حياتنا. عاد اليكم من جديد. في المرحلة دي والأول مرة بعرف حاجة اسمها النشيد الوطني. شوف حكمة ربنا يا أخي، تدخل قبل مربة مدرس العربي والدين والخط اللي واخدهم التلاتة مقاولة. زكريا الدرديري مدرس رياضيات وفرنساوي، عبال ما يجيبوا مدرس فرنساوي. تطلب منك كشكول قراءة وكشكول نصوص وكشكول نحو وكشكول إملا وكشكول حصة وكشكول واجب وكشكول خط وكشكول دين وجلاد أزرق وتيكت كابتن ماجد. طول ما انا في الدراسه كان نفسي ادخل حمام نضيف، كلهم بيسيبوا يعملوا في كده. حتى مره اتلخبطت بصراحه، دخلت حمام البنات لقيته برضو كده، ويا اما واحد قبل اتلخبط يا اما هم ايه. بس بصراحه يا جماعه انا اتعلمت حاجات كتير قوي. اولهم صوره بكتشر بيكتشر بكتشر 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 يا عم. يوسف خري تاني. يوسف خري تاني. يوسف خري يوسف خري. وكان في ذكريات حلوه جدا زي حب نادر وصفاء ابتدى في ثانيه رابع وانتهى في سته تاني لما قفشوهم بيبوسوا بعض في الحمام. ذكريات زباله يا زباله بذكرياتك الزباله دي. نتنقل لمرحله الاعدادي. زي ما سمعنا في الحضانه كانوا بيقولوا زرع. في المرحله دي بيبدل حرف الزين مكان حرف الراء ويزود الف. نيجي بقى لموضوع المصروف. طبعا الاتنين تلاته جنيه اللي كنت بتاخدهم وانت في ابتدائي عشان تجيب لك حاجه في الفسحه ما عادش بيكفوك. ليه؟ لانك ما عادش بتروح المدرسه اصلا. تروح السايبر تفتح لك ساعتين، تروح كافيه تضرب لك حجرين، حاجه زي كده. طبعا الطالب في اعدادي بيطلع عنده الشنب الاخضر ده ويبتدي يكبر. المرحله دي بنسميها مرحله البلوغ. بالظبط كده. المرحله دي بيحصل فيها تغيرات فسيولوجية بالنسبه للبنت او للولد. بيبتدي الولد ساعتها يعرف الاختلاف بينه وبين البنت، مثلا شعرها اطول منه، ويبتدي المدرس يطول وانت تطول. البنت تطول حاجات تانية زي الخرزانة مثلا عشان يضربك بيها. نتناقض بقى الموضوع العقاب. على الثلاث مراحل اللي فاتوا دول تقريبا كان العقاب بالضرب. ما اعتقدش ان العقاب بالضرب هو الطريق انك تعلم الشخص اللي قدامك ده ما يعملش الغلط تاني. اعتقد انك لو اتكلمت معاه وعرفت ايه السبب اللي ما خلاهوش يعمل الواجب ده هيكون له تأثير اكبر بكتير من الضرب. نتناقض بقى لمرحلة السنة. طبعا مرحله الثانوي مفيش حد فيها بيروح المدرسه. ليه؟ لانه كله بياخد دروس، وطبعا معكش فلوس يبقى مفيش دروس. بتحول البيت عندك لمعسكر مغلق. ليه؟ بتعمل اي حاجه في حياتك بيزعقوا، وكانهم مستنيين بس ثانويه عامه عشان يزعقوا. الذمه دي قعدت واحد قاعد بيذاكر ممدد لي رجله على المكتب، مالها المذاكره على السفره يا اخويا؟ خساره الفلوس اللي صرفتها على الدروس الخصوصيه. انا عارف ان انت واد مش نافع، بس انت وامك تحبوا تغرموني. مكتب يا بابا، جبنا المكتب يا اخويا، جاتك نيله فيك وفي امك. وطبعا جمله الجامعه الشهيره، ذاكر يا ابني عشان تستريح في الجامعه. طبعا بتفضل مستني النتيجه وكانها حاله ولاده متعسره.
لو كانت النتيجة وحشة بيبقى رد فعل أبوك. طبعا طبعا خروجات وبلاي ستيشن وكافيهات. يا بابا انا كنت ليل نهار قاعد بذاكر قدامك. انت بتضحك عليا ولا بتضحك على نفسك؟ ولو كانت حلوة 48 من 50 في الماث. ها وديت الدرجتين دول فين؟ اديتهم لمين انت؟ وطبعا بتفضل مستني التنسيق عشان تعرف مستقبلك وتعرف تخش كليه ايه عشان الشغل. طبعا مفيش اكتر من شغل في مصر. بدليل ان مفيش ولا شاب عاطل، كله شغال، كله شغال يا باشا، وبيصرف وبيلبس وبرفانات والحياه زباده في الخلاط. اما بالنسبه بقى لمرحله الكليه، في نهاية الحلقة أحب أشكركم وأشكر كل الناس اللي استنتنا رغم التأخير، ويا رب الحلقة تكون عجبتكم. تابعونا على الفيسبوك البيج بتاعتنا عارفينكم الفرانكو، وعلى تويتر هاشتاج عارفينكم العربي، وعلى اليوتيوب عارفينكم برودكشن. استنونا الحلقة الجاية من عارفينكم.